خلونا نصبح على ليندا وتطمنا على حالة الطقس، بالإضافة إلى طبعا جولة مرورية صباحية نتعرف منها على أحوال الشوارع، كمان أسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا منى. الحقيقة شاذلي الناس ابتدت تنزل أشغالها، فمن المتوقع أن يكون في كثافات متفاوتة نتعرف عليها بعد شوية. أما بالنسبة لحالة الطقس، فالجو النهاردة مائل الحرارة، لسه ما زال في ارتفاع في درجات الحرارة. امبارح القاهرة سجلت 25، النهاردة بتسجل 27. عظيم. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل. هنشوف على الخريطة اللي هتظهر على الشاشة، وهنبتدي جولتنا من القاهرة وهنشوف طريق الكورنيش أمام اللي جاي من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بطول كورنيش النيل والحد ميدان عبد المنعم رياض. في حالة من السيولة المرورية وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما طريق الكورنيش اللي جاي من حلوان فبيشهد كثافات بسيطة عند شارع القصر العيني المتجه لميدان التحرير. في كمان بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا للعباسية ومحور النصر والحد المنصة وشارع عباس العقاد والطيران. أما كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة الإسعاف ورمسيس فبيشهد سيولة مرورية، واللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه منطقة غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرورية. أما حركة السيارات بمحور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة فبيشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وهنبتدي للشارع الهرم المغلق كليا في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط بسبب أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق مدكور، وده بيسبب ظهور كثافات بتزيد مع وجود تحويلات مرورية، وكمان بتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وفي كمان كثافات متحركة للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق والحد العشرين، وكمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان. هناك في كثافات مرورية متحركة وبيفضل التوجه لمحور عرابي واللي بيشهد كثافات أقل شوية. تظهر كمان كثافات بسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة. أما شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم ففيها سيولة مرورية. هنروح لمحافظة الأليوبية، والطريق الزراعي القادم للقاهرة بيشهد سيولة مرورية، لكن في بعض الكثافات قبل مطلع الدائري، وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة. كمان في كثافات كبيرة من طلعة الدائري من أليوب والحد طريق شبرا بنها بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري، لكن الزراعي المتجه لبنها وقوسنا وطنطا في حالة من الانتظام المروري والسيولة. أما المتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري ففي كثافات أمام القادم من اتجاه السلام وموقف العاشر والحد منزل الطريق الزراعي، لكنها كثافات متحركة، وبننصح بطريق شبرا بنها الحر. أما القادم من طريق شبرا بنها الحر ومتجه لمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر من الأفضل أنهم يستخدموا محور الفريق العصار. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية، وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. الطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثافات مرورية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. أما طريق الإسكندرية مرسى مطروح الناس لازم تاخد بالها أن الإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية بسبب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي والإسكندرية مطروح، وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 وحتى الكيلو 154، واللي هيستغرق شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبتدي مع الدولار الأمريكي. سعر البيع بيسجل 18.37، أما الشراء فبيسجل 18.27. اليورو البيع بيسجل 20.38 والشراء بيسجل 20.26.
الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.12، أما الشراء فبيسجل 23.98، الفرنك السويسري البيع بيسجل 19.65، أما الشراء فبيسجل 19.54. هنروح للريال السعودي، البيع بيسجل 4.89، أما الشراء فبيسجل 4.87. الدينار الكويتي البيع بيسجل 60.46، أما الشراء فبيسجل 59.97. الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 5، أما الشراء فبيسجل 4.97. وأخيراً اليوان الصيني البيع بيسجل 2.88، أما الشراء فبيسجل 2.86. أما بالنسبة لأسعار الذهب مشاهدينا، فهنبتدي من عيار 18 اللي سجل 830، أما عيار 21 فسجل 970، وعيار 24 سجل 1108، والجنيه الذهب سجل 7760. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد. في النهاردة شبورة مائية الصبح على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 27، وأعلى درجة حرارة في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في دمياط 21. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.